انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات ورشة العمل الثانية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب البنك نوت، وذلك بتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية. وأكد الحاضرون أن أهداف مبادرة الفن المستدام تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتأتي في إطار تمكين الشباب والمرأة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية الفكر الابتكاري للشباب. عملنا مجموعة من المعارض في متحف مثلا المومياوات، عملنا في كمان نظمنا معرض في قمة المناخ، ومن هناك رجعنا بفكرة هي انه نركز على شباب الفنانين وازاي ممكن نخلق من الفن التشكيلي فن مستدام، يبقى فن له علاقة بالتوعية من أجل الحفاظ على البيئة، له علاقة بالاقتصاد الإبداعي، له علاقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، له علاقة أهم بقى بالشباب سواء شابات أو شباب يعني بنات وأولاد. فكرة في أن الورشة دي إزاي بندمج أن إحنا الفن ده، الفن اللي هيطلع مننا ده من خلال الورشة، نعرف برضو وندمجه مع التدريب اللي بيحصل على ريادة الأعمال، إن إزاي ده يوصل لأكبر قدر من الجمهور، وإزاي إن هو